أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نتناول موضوعات الأسبوع التاسع، فأهلا وسهلا بكم أحبائي الطلبة. على الطالب أن يميز الفاعل والمفعول به في الجملة الفعلية. على الطالب أن يقرأ درس غوى المدللة قراءة جهرية معبرة ويجيب عن الأسئلة التابعة للنص. عزيزي الطالب، تطرقنا سابقا إلى الجملة الفعلية وقلنا أن الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل، وتحدثنا أيضا وأثبتنا أن لكل فعل فاعل، فلا نستطيع أن نأتي بجملة ونكتفي فقط بالفعل دون الفاعل. والفاعل عزيز الطالب اسم مرفوع سبقه فعل، وهو يدل على من فعل الفعل، كأن نقول جاء الحق، أتى موسى، أفلح الصادقون، فاز المجتهدان. علامات إعراب الفاعل: العلامة الأصلية هي الضمة الظاهرة على آخره، وأيضا من علامات الفاعل الضمة المقدرة، الواو والألف. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى المفعول به، والمفعول به هو الاسم الذي يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، يكون دائما في الجملة الفعلية ويكون منصوب دائما، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو المقدرة أو الياء إن كان مثنى أو جمع مذكر سالم، أو الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالم، أو الألف إن كان من الأسماء الخمسة. وقد يكون المفعول به اسما ظاهرا أو ضميرا أو جملة، كأن نقول أكل أحمد التفاحة، فالتفاحة هنا عزيزي الطالب هي المفعول به. أكل الفعل ونوع فعل ماضي، أحمد الفاعل، والتفاحة مفعول به منصوب بالفتحة. يدرس محمد الكتب. يدرس الفعل المضارع، محمد فاعل، الكتب مفعول به. عاقب المدير الطالبين. عاقب هو الفعل ونوع فعل ماضي، المدير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والطالبين مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء لأنه مثنى. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل للإجابة عن العديد من الأنشطة والتدريبات الواردة في كتاب تطبيقات رقم 1، وبعد ذلك عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى قراءة نص بعنوان غوى المدللة. سوف نقوم بقراءة هذا النص قراءة جهرية معبرة، ثم ننتقل للإجابة عن الأسئلة الواردة والتي تظهر أمامك وتدوين هذه الإجابات على الدفتر. لذلك عزيزي الطالب كن مستعدا للإجابة عن هذه الأسئلة. أيضا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى الألف اللينة في نهاية الأفعال الثلاثية وكيفية كتابة هذه الألف اللينة وما الشروط التي يجب اتباعها عند كتابة الألف اللينة في نهاية الأفعال الثلاثية. ثم عزيزي الطالب بعد الانتهاء من شرح القاعدة وتدوينها على الدفتر سوف ننتقل إلى الإجابة عن التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 1. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نقوم بكتابة فقرة تمديها عليك المعلمة، لذلك عليك دائما مراجعة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيزي الطالب بالأخطاء. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة،
وشكرا لكم أعزائي وأحبائي.